مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا أستضيف رجلا مميز أو سيدة أعمال مميزون، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا، رحبوا معي بالمدام منى الأونر لهوك أند روك ريستوران. بداية جود أفترنون. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مدام، كيف حالك؟ الحمد لله تمام شكرا. بالبداية مدام منى، بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بدايتك هنا بدولة الإمارات. كيف بلش البزنس معك؟ تفضلي. البزنس إحنا الحقيقة إجينا للإمارات من حوالي 30 سنة. إجينا لبلد فيها كتير فرص حلوة. الموضوع تبع الريستوران كان شوي فيه مغامرة، لأنه أنا وزوجي كمالكين للمكان إحنا الاثنين بنشتغل في وظائف وعندنا طفلين، وكان الله يحفظهم يا رب. الله يخليك شكرا. فكان في طبعا very big challenge إنه إحنا كيف نقدر ننسق ما بين أشغالنا والمكان والأولاد، بس نشكر الله الحمد لله كل شيء ماشي وتوفقنا، نشكر الله الحمد لله. هذا لأنه الإدارة سليمة ولأنه النية أيضا سليمة. شكرا. ما شاء الله. شكرا. الآن خلينا نتعرف على هوك أند كوك، على الخدمات الموجودة والوجبات اللي أنتوا بتقدموها، ونتعرف أيضا على اللمسات اللي أنت ضفتيها لبعض الأكلات الغربية، خلينا نحكي أو الإيطالية أو الإسبانية. خبرينا أكثر عن موضوع الأكل. مطعم هوك أند كوك احنا متخصصين بالمأكولات البحرية، وزي ما انت بتعرف انه المأكولات البحرية متوفرة كتير كمطاعم بالإمارات وفي دبي. حبينا انه احنا نميز نفسنا شوي عن باقي المطاعم، فاقتبسنا الوصفات العالمية. فممكن انك انت تشوف عندي مثلا اشياء كنت أنا أعملها في بيتي، وصفات أخذتها على متوارثة من جدتي ومن والدتي. نعم. وضفنا وصفات مثلاً عالمية، زي مثلاً البايية في أسبانيا عم نعملها إحنا بطريقتنا، مثلاً سيفود لينغويني طبق إيطالي عملناه بطريقتنا. حاولنا نحور بعض الأطباق اللي هي مش أطباق بحرية، أسماك بحرية، حاولنا انه احنا نحورها لحتى تناسب الكونسبت تبعنا. برافو عليك. فيجوز سمعت عن في اكله بريطانيه معروفه جدا اسمها بيف ويلينغتون، احنا حورناها ل شيء يناسبنا، فعملنا سالمون ويلينغتون. اها حلو. مثلا اللازانيا بدل ما تكون باللحم المفرومه عملناها بالسالمون. الطبق اكيد طبعا المذاق اكيد هو اللي بحكم. أكيد. يعني انا بعتبر انه هدول اطباق حاولنا نميز نفسنا فيها، زي مثلا التشيكن باتر كاري عملناه بالهامور. فحاولنا نحور بعض الاطباق، وفي اطباق عم نعملها يمكن زي ما بتنعمل في بلدها، واضفنا عليها برضو لمسات تميزنا عن حتى المذاق تبعهم في بلادهم. فالحمد لله، يعني نشكر الله. الحمد لله. الحمد لله طبعا، الله ولي التوفيق. هوك أند كوك سي فود ريستوران، كيف تميز مدام منى بالرغم من قصور المدة الزمنية، خلينا نحكي، لأنه في عنا هنا بسوق دبي في بنلاحظ كثير مطاعم وقديمة جدا، ولكن ما تميزت بهذا التميز أو بهي النكهة. شو سبب النجاح اللي أنتوا اتوارثتوا بهاي؟ والله فيني أقول لك متابعة. إحنا كملاك للمكان دائماً متواجدين، يعني مجرد ما نخلص أعمالنا الصباحية بتلاقينا موجودين بالمطعم بنتابع الزبائن على رأس عملك. يا المتابعة كتير مهمة. أنا بعتبر هذا المكان هو إكستنشن لبيتي. أنا بعتبر الزبائن اللي جاي على هوك أند كوك هم جايين على بيتي ضيوفي، فبهتم انه يكونوا كتير مبسوطين، انه لو عندهم شكوى اشوف شو شكوتهم، احاول اني انا اسمع. الحمد لله في معظم الاوقات بسمع الفيدباك كويس وبسعدني كتير. بالضبط. حتى لو ما قربت على الزبون عشان اساله كيف الاكل
وكيف الطعم وشو رأيه. ببقى عم بطلع على الزبون أول ما بياكل أول لقمة وبيهز براسه هيك للعيلة اللي معاه، كيف بيكون مبسوط يعني، بحس إنه قلبي فرح إنه مبسوط من الأكل. ففي متابعة كتير الحمد لله. المتابعة هاي جابت لنا إنه بعد سنتين من افتتاحنا للمطعم، وهذا المدة كتير قصيرة لو شفنا عدد مطاعم السي فود اللي في صحيح. في الإمارات والقديمة أيضاً. نعم. نشكر الله إنه بعد بسنتين تايم أوت لمدة سنتين متتالية كانوا بينتخبونا أحسن عشر، واحد من أحسن عشر مطاعم سي فود في دبي. برافو. فهذا بالنسبة لنا طبعاً أكيد فخر. هذا وسام بحطه على صدري كمان. أنا من قناة ABC العربية بنتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر مدام منى، لأنك أنت فعلياً من الناس اللي بيستاهلوا وبيستحقوا أنهم يكونوا ناجحين بحياتهم. شكراً. الآن كبزنس وومن وين بتشوفي حالك بعد سنتين من الآن؟ وكونوا إحنا بهوك أند كوك سي فود ريستورانت أكيد أنت عملتي قاعدة قوية للتطور للانطلاقة. خلينا نحكي الانطلاقة كانت من هون من دبي أتلانتس في ذا بوينت، وين حنشوف هوك أند كوك إن شاء الله؟ يعني طبعا حلمي إنه إحنا نكبر أكتر، نتوزع في إمارات أكتر حتى نقدر نقدم نفس هالخدمات والطعم والمأكولات تبعتنا في إمارات تانية. فإن شاء الله منتكل على الله وعلى المجهود أكيد، وبإذن الله بتشوفنا الله في أماكن أكتر إن شاء الله. طبعا إحنا هنا بدولة إمارات أكيد سهل إنه نتطور وسهل إنه ننجح بحياتنا، ولكن خلينا نضل محافظين على الكواليتي اللي احنا بنعطيها لزبائننا. طبعا نتمنى لكم اكثر النجاح مدام منى، وكونوا احنا عايشين بالامارات من 30 سنة اكيد بنعرف انه دولة الامارات رقم واحد بالعالم، تنعم بالامن والامان، بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية. فبدنا رسالة شكر من هوك اند كوك as a team and from you، منك انت كمان as a owner للمطعم. تفضلي. صراحة لو أحكي لغاية بكرة ما رح أوفي حق الإمارات في احترامها لإلنا، لسهولة الإجراءات، لتشجيعها للاستثمار، لتوفر حياة كريمة، للأمن والأمان، الإدارة السليمة لكل الإدارات الحكومية. صحيح. وهذا طبعا كله لولا أنه في رأس هي اللي مشي هذه المواضيع. يعني اليوم بالزبط. حتى رؤساء أقسام ورؤساء إدارات حكومية ما بيحاولوا أنه هن ما يقدموا خدمات كويسة. بالزبط. لأنه عارفين أنه في إدارة أقوى منهم. بالزبط. هي اللي ماسكة وحكيمة. بالضبط. أكيد أكيد. ف بعتبر انه احنا من الناس اللي جدا محظوظة انه احنا نعيش في الامارات لمدة 30 سنة حتى الان. الامارات مش بس للاستثمار، الامارات مكان عائلي جميل، للاستقرار كمان، للاستقرار، لاحترامها لنا كوافدين. لا يعني الحقيقة ما بعرف كيف بدي اشكر هاي الدولة على كلمة الشكر دائما مجروحة. صحيح. كل اللي بتقدم لنا اياه النظام، يعني كل الادارات بتشتغل على الاونلاين بسهوله، بتجدد كل امورك سواء رخصه تجاريه سواء رخصه سياره سواء كل شيء بيتم على الاونلاين، كل على الاونلاين. فالتقدم اللي احنا عايشين فيه بيخلي صعب علينا انه احنا نقبل اجلال واحترام نرجع. لا او حتى يعني انه احنا نرجع يعني نتعامل في بلاد ثانيه ما عندها نفس هذا التطور. فبصراحة صحيح. الإمارات فاقت كل التطورات تبعت كل البلاد، يعني لسه صحيح صحيح يمكن بدهم كتير لغاية ما نوصل لهون. بالضبط. أشكرك مدام منى على رسالتك لشيوخنا وحكامنا الكرام، بتمنى أنها توصلهم من خلال قناة ABC العربية. وشكرا لتواجدك معنا ولاستقبالك الرائع وللرقي اللي تعاملتي معنا فيه. قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك موقع المطعم وين إحنا موجودين بدبي. تفضل. إحنا موجودين ببان جوميرا في جزيرة النخلة في الطابق الأول في The Point. The Point. جميل. نعم. طبعا مشاهدينا الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع السوشيال ميديا والإكزاكت لوكيشن لهوك أند كوك اللي هو سي فود ريستورانت. شكرا لك مدام مرة أخرى لوقتك الثمين أيضا. شكرا لكم. شكرا.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.